بعد تصريح وزير الكهرباء بأن لا شيء رسميا وصل لوزارة الكهرباء حول سماح واشنطن للعراق بتسديد قيمة الغاز الإيراني، هل ما زال الموقف على ما هو عليه أم أن هناك ربما تطورا حصل؟ حياكم الله سيدي الكريم، مساكم الله بالخير وجميع مشاهدي قناة التغيير. يعني بداية خلينا ألفت النظر إلى شيء معين. أولا أن نكمل العقوبات التي تتحدث عنه الحكومة الأمريكية والجانب الأمريكي، هو يخص طهران، هو غير متعلق لا بالعراق ولا بوزارة الكهرباء. هنالك عقوبات مفروضة على المصارف الإيرانية كانت تمنع وصول المستحقات المدفوعة من قبل وزارة الكهرباء إلى التي بي آي اللي بغيت إيصالها عن مستحقات طبعا غاز إيراني مورد. فالعقوبات هي لا تخص الجانب العراقي ولا وزارة الكهرباء. ثانيا سيدي الكريم، إنه من مسؤول عن إيصال الأموال ومسؤول عن سداد الأموال بعد سدادها من وزارة الكهرباء، أي مما يعني أن التعامل المالي ورسم السياسة المالية فيما يخص الإيفاء بالمستحقات هو المعني بها مصرف التجارة العراقي. اليوم إحنا عقدنا ينص على أن نتعاقد مع الجانب الإيراني لا على أن نسدد نحن للجانب الإيراني. حالية العقد تنص أن توضع الأموال بمصرف التجارة العراقي، هو من يوصل تلك الأموال للجانب الإيراني لقاء مستحقات الغاز. هذا أولا. ثانيا، احنا اليوم وزارة اتحادية تستلم اشعاراتها وتستلم توجيهاتها سيدي من الحكومة المركزية، وبالتالي انا سمعنا مثل ما سمعت جنابك وحتى السيد الوزير، سمعنا ان هنالك اعفاءات حصلت عليها الاموال المحجوزة عراقيا يعني لان تصل لاربعة اشهر للجانب الايراني. هذا يفترض هكذا تعامل يكون مع الحكومة لا مع وزارة الكهرباء. على هذا الاساس وضح السيد الوزير ان الموضوع ما اجانا اي اشعار ولا اي كتاب رسمي ولا اي يعني اي توجيه فيما يخص هذا التعامل وايصال جزء من الاموال عن قيمة اربعة اشهر. اؤكد ان الاموال مدفوعة بالكامل لدى مصرف التجارة العراقي حتى مع وجود هذا الاشعار، حتى مع وجود هذا الاعفاء، فهو بالتالي يخص مصرف التجارة، هو من يقوم بايصال هذه الاموال للجانب الايراني. موضوع اتفاق مقايضة النفط الاسود بالغاز هو بصراحة كان حلا استراتيجيا يجنب المنظومة انقطاع الغاز مرة أخرى. نراه تفكير خارج الصندوق، نراه تفكير ناضج للحكومة ولسيد رئيس الوزراء، عالج بأزمة انقطاع الغاز وعودت به على أساس جزء من إطلاقات الغاز لصالح المنظومة، مضاف إلى الاتفاق مع الإخوة بوزارة النفط بخطوة تحسب لهم توفير مادة الغاز إلى هذه السنة. يعني تحديدا للتوضيح أستاذ أحمد إن سمحت لي بعد الترحيب بك ثانية، كم بلغت إذا نسبة ساعات تجهيز الكهرباء بعد عودة تدفق الغاز المورد والاتفاق الأخير إذا مع إيران؟ ستي مع عودة إطلاقات الغاز، عادة إطلاقات الغاز لحد الآن يعني بشكل أولي، ننتظر الدفعة الثانية من الغاز. هذا للتوضيح، منظومتنا صعدت بعد أن كانت متأثرة بالغاز وصلت إلى 20,000، اليوم نتحدث عن 24,577 ميجاوات. تعافت المنظومة، سجلت ارتفاع بأحمالها، انعكس هذا الإنتاج المضاف على ساعات تجهيز الكهرباء، واليوم نتحدث من 14 إلى 16 ساعة تجهيز، معدل استقرار ساعات تجهيز البغداد والمحافظات، طبعا مع ملاحظة بعض العوارض الفنية اللي تعرقل هذا التجهيز بالكهرباء اللي هي عوارض الشبكة الكهربائية وبعض أعطاب المحولات. لكن معدل استقرار التجهيز اليوم من 14 إلى 16 ساعة، والمنظومة سجلت تعافي بأحمالها. ستي العزيزة، مع لحاظ أن اليوم عودة إطلاقات الغاز بالدفعة الأولى، ننتظر اليوم دفعة ثانية من الغاز من المفترض بموجب الاتفاق، ولدينا وحدات توليدية اليوم جاهزة لأن تعمل بانتظار أن تصل إليها إمدادات الغاز لتشغيلها. نعم، الأستاذ أحمد موسى العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا لك.